عودة لحضراتكم مرة أخرى ولسه مكملين حلقتنا، ونورني وشرفني كابتن أسامة الحلواني المدير الفني الفريق مرتبط يد الزمالك 2004. منور الدنيا كابتن أسامة. حبيبتي انا رياضة، انت اللي منوره، ومتشكر قوي على الفرصه الجميله دي اللي انا اكون في قناه نادي الزمالك، وبالاخص في برنامج ملوك الصالات ومع نيره الاحمر. اشكرك. انا مش عايزه اكبر كابتن اسامه، بس كابتن اسامه كان مدربي يعني في يوم من الايام، وكان مدرب الفريق اللي اصغر مني، ويعني مدرب من المدربين اللي بجد عندهم يعني خبرة كبيرة جدا، عندهم كفاءة كبيرة جدا جدا جدا، واكيد انا متشرفة بوجودك حبيبتي انا النهاردة. المتشرف بيه. اشكرك، مش عايزة اكبرك يعني واقول لهم ده مدربي وكده، بس لا طبعا انا عندي 54 سنة، مواليد 69، يعني كبيرة وحجزنا. طبعا لعيب سابق في نادي الزمالك وليك باع طويل، سواء وانت لاعب او انت مدرب داخل نادي الزمالك، حياتك كلها تقريبا طبعا قضيتها نادي طبعا الزمالك. من 85 انا كنت بلعب في نادي العبد دمنهور، والزمالك دخلت منتخب مصر الناشئين، وبعد كده في نفس الموسم انضميت لنادي الزمالك سنة 85. لما خرجت رحت سنتين ثلاثة دربت في الإمارات، صح كده؟ دربت في الإمارات سنتين، وكانت سنة في السعودية في نادي الوحدة السعودي، وسنة في حدائق الأهرام رئيس الجهاز ومدير الفني الفريق الأول، وصعدت بيهم، وسنتين الموسم الماضي واللي قبليه كرئيس الجهاز في نادي الصين. بس احنا عاملين زي السمك يعني، لما بنخرج من نادي الزمالك ما بنبقاش، لا بص، هي نادي يعني الزمالك ده في دمنا، بالظبط، فاحنا ما بنقدر بنشتغل بنشتغل وبنؤدي وبنقدر نكسب وكل الكلام ده، بس شغل في نادي الزمالك لا غير. لا حاجه تانية. بصي نادي الزمالك يعني انا اقول لك على حاجه، والكلمه دي اتقالت، اللي ما لعبش في نادي الزمالك كره يد ما لعبش كره يد، اللي ما دربش في نادي حلوة الزمالك، الكلمة دي. لا بجد والله دي حقيقه، اللي ما دربش في نادي الزمالك واشتغل مدرب في نادي الزمالك، ليه؟ احنا الضغوط والصعوبات اللي عندنا هي ديت اللي بتعمل الرجاله وبتعمل مدرب ناجح، والحمد صحيح لله. دي صحيح صحيح. طيب عايزين نتكلم في البداية عن مشوار الفريق في الدوري، لعبتوا كم مباراة، ترتيب الفريق، كل الحاجات دي. احنا لحد الآن لعبنا 9 مباريات، ترتيبنا الثالث. طبعا احنا خسرنا مباراة سموحة، وطبعا كل الناس كانت عارفة المشاكل اللي كانت موجودة في أول الموسم بسبب الكرنهات والقيد والمشاكل اللي كانت موجودة يعني، والناس كلها عارفة. فهي هو مباراة سموحة فقط لا غير اللي احنا وقعناها السنة دي، وإن شاء الله يعني لسه الدوري طويل وهتتعوض بإذن الله، وترتيبي الثالث بعد الأهلي وسبورتنج. طيب الفريق خسر ماتش سموحة في بداية الدوري، كان إيه الأسباب؟ الأسباب أول حاجة كان الفريق مفيش لاعب دولي لعب معايا، حشاد او عبد الغني كانوا راجعين من المنتخب وكان عندهم اصابات. المباراه دي كان لها ظروف خاصه، طبعا الكرنيهات ما كانتش كامله، كنت واخد 10 كرنيهات فقط لا غير، ومصعد 5 لاعبين من 2006، ولاعيبه 2006 كانوا في الوقت ده لسه الخبره ولسه الاحتكاك اللي هم يلعبوا مع جيل 2004، جيل 2004 على مستوى مصر جيل قوي. يعني جيل مميز وقوي. فوبالتالي كانت فيه كمان مشكله، هي مش مشكله، هو طبعا انا بعتبرها ميزه اللي الولاد يتصعدوا ويلعبوا في الفريق الاول طبعا، وهيكتسبوا خبرات عاليه وامكانيات اعلى عشان بيلعبوا مع لعيبه كبيره ونجوم اسماء كتير كبيره في مجال كره اليد. كان عندي 5 لعيبة لاعبين مباراة سموحة مع الفريق الأول يوم الثلاث، وأنا بلعب الأربعاء الساعة كان المباراة معادها الساعة 4. يعني طبعا حمل عالي جدا، واللعيبة ما اتمرنوش معايا، 5 لعيبة ما اتمرنوش معايا الفترة دي، كانوا اتمرنوا مع الدرجة الأولى. وبالتالي هو مدرب فريق سموحة ما كانش فيه، ما لعبش ولا لاعب من 2004، حتى اللعيبة الدوليين ما لعبهمش مع الفريق الأول. ليش؟ أنا هو عارف حجم وقوة فريق الزمالك 2004، فدي كانت أسباب الخسارة. ورغم كمان يعني الماتش كان في الملعب، بس هي طبعا المجهود والضغط وتعب الولاد أثر عليهم، فهي كانت سبب اللي أنا أخسر المباراة دي يعني. صحيح، نظام الدوري اتغير عن الموسم اللي فات يا كابتن، إيه رأيك في النظام الجديد وعايزاك تشرحه لنا أكتر؟ هو نظام الدوري كانوا بيلعبوا مثلا الدور الأول والدور الثاني، وبعد كده كانوا يجوا واخدين مثلا اول 4 فرق يعملوا دورات مجمعه بينهم وبين بعض. ده كان الموسم الماضي. السنه دي لا، دوري رايح جاي، احنا 16 فريق،
بنلعب دوري رايح جاي، دور اول ودور تاني، وتجميع البونت هو اللي بيحسم مين بطل الدوري. مفيش دورات مجمعه. مفيش دورات مجمعه. اه. ده لحد الان اللي احنا عارفينه، ممكن بقى الله اعلم في حاجه هتتغير او يعني السياسه بتاعت الاتحاد او، بس ده اللي هو يعني اللي جالنا في كتاب الاسس من الاتحاد، اللي احنا الموسم ده دورات مجمعه، مفيش دورات مجمعه. شايف انه نظام اللي احسن؟ انا بصراحه دورات المجمعه. مع نظام الدورات المجمعه؟ آه طبعا. ليه بقى؟ دي بتدي فرصة، يعني مثلا أنا ممكن أكون عندي إصابات، عندي مشاكل، عندي مثلا فرقة بتصعد منها عدد لعيبة كتير فما بتمرنوش كويس مع الفريق بتاعهم، فدي بتأثر على نتائج الفرقة. ممكن أنا أكون واخد مثلا رابع في الدوري ودخلت الدورة المجمعة، ممكن أقدر لما الفريق تكون كاملة أكسب وأخد الدوري. اما انت بتلعبي دلوقتي، هو النظام ده برضو يعني نظام كويس، اللي انت بتلعبي مباراه كل اسبوع، حتى لو عندك اصابه تقدر تتعالج، عندك لعيبه مجهده تقدر الحمل عالي عليهم، التصعيد مع الدرجه الاولى او منتخب، الكلام ده كله، فبالتالي انت بتقدري اللي انت ايه يعني اللعيبه بترتاح شويه. بس انا مع نظام الدورات المجمعه، يعني الدورات المجمعه بتبقى حمل على اللاعب وضغط على اللاعب كتير قوي، بس بتدي فرصة اللي لو فريق عنده مشاكل غصب عنه أو ظروف حصلت إصابات يقدر بيلم نفسه في الدورات المجمعة. صحيح. مين أقوى المنافسين في المرحلة السنية 2004؟ والله هو في نادي سبورتنج مشي كويس قوي، والسنة اللي فاتت كان هو بيلعب مع الزمالك في نهائي الكاس على ما أظن، أو وصل لمرحلة متقدمة جدا مع الزمالك في نهائي الدوري. نادي الجيش والنادي الاهلي هم دول يعني سبورتنج والجيش والاهلي اللي هم الثلاث فرق دول، اللي هم المنافسه هتبقى قويه جدا الموسم ده. طيب فريق 2004 قدر يحقق بطوله الكاس صح كده الموسم اللي فات، وكان قريب من لقب الدوري، بس يمكن بعض الضغوط بعض المشاكل الدنيا ضاعت شويه. شفت الموسم اللي فات ازاي بالنسبه لفريق 2004؟ هو طبعا كان في بالنسبه لفريق 2004 عندنا، اللي احنا طبعا نادي الزمالك كان الفرقه ديت كانت من الاصل كانوا اربع فرق، فطبعا لما عمل تصفيه ولما دخلوا مرتبط فهم استعانوا جابوا لعيبه تدعيمات من بره من الخارج وكده، فالفرقه دي كانت ممكن تكسب بطوله الدوري السنه اللي فاتت مع الكاس، بس ممكن برضو زي ما بقول لحضرتك كانت في لعيبه منتخب، لعيبه بتقعد فترات طويله تدريبات في المنتخب صبح وبالليل وسفر وكلام من ده، وفي نفس الوقت كان في اصابات، بس يعني وكانوا قريبين جدا اللي هم يفوزوا ببطوله الدوري، وفي نفس الوقت يعني البطوله خلصت يعني على تفاصيل صغيره قوي، كان مع النادي الاهلي على ما اظن في النهائي وخسر، والمباراه خلصت الفرق واحد يعني، بس هي الضغط المباريات وضغط الضغط اللي حصل على اللعيبه في التصعيد كمان السيزون ده كان عندهم كاس عالم. بالظبط. أيوة. فكانوا مشدودين شده قوي، فطبعا كانوا استعداد لكاس العالم، فهو ده اللي ممكن اللي عمل الحمل الزياد على الولاد يعني. صحيح. مواجهه الاولمبي في بدايه مشوارنا في الكاس شايفه ازاي؟ اننا حامل اللقب. انا لسه هلاعب الاولمبي، يعني انا عندي ماتش الشمس يوم الاربعاء الجاي، اللي الاربعاء اللي وراه الاولمبي في اسكندريه. يعني الشمس ده كاس مصر؟ لا، في الدوري. في الدوري. الاولمبي انا هلاعب الاولمبي في الكاس في دور ال 16 ده. بالظبط. شايفه ازاي بقى؟ طبعا هو ومستوى الاولمبي عامل ازاي برضو يا كابتن اسامه عشان الناس تبقى عارفه؟ هو الاولمبي لحد فتره قريبة كان ماشي ثالث دوري بعد الاهلي وسبورتنج. فريق تقيل يعني. واول ما بدا يلعب الفرق القويه يعني هو بدا ينزل، هو دلوقتي بقى ترتيبه الخامس تحتينا، فالمباراه تبقى قويه جدا وصعبه. احنا ترتيبنا لحد دلوقتي كام؟ الثالث. هو ما يفرقش معايا، هو كده كده انا عندي ست ماتشات ان شاء الله، ست ماتشات دول اقدر ان انا ممكن ابقى اوصل يعني اعديهم الست ماتشات، يعني ان شاء الله اكون اول الدوري ان شاء الله. ان شاء الله. فريق مواليد 2004 فيه عناصر كتير بتتصعد للدرجه الاولى، عايز حضرتك تكلمنا عنهم، اللي فيه جزء منهم شويه الناس عارفاه طبعا من كاس عالم 2004 زي زياد وعبد الغني، الناس عارفه بالخطين. الناس دي بشكل كبير يعني، لكن عايز حضرتك تكلمني اكتر عن الناس اللي بتصعد للدرجه الاولى. انا هو في 8 لعيبه بيحصل بينهم
دوران في التصعيد. يعني عندي حشاد وعبد الغني وزياد طارق وامير حسن ومحمود علي وادهم نصر وكريم زكريا. وفي مره من المرات استعانوا بحارس مرمى، الحارسين مرمى من عندي الخطيب وزياد ايمن. ففي حوالي 8 لاعبين بيحصل منهم كل مباراه. خطيب منتخب 2004 برضو صح؟ طبعا الحارس مرمى منتخب. وان شاء الله في الطريق في زياد ايمن باذن الله مستواه رائع جدا جدا، وان شاء الله يبقى هو الخطيب باذن الله في المنتخب ان شاء الله. بيحصل طبعا حسب احتياج المدير الفني والنواقص اللي عنده. عنده اصابات مثلا في المكان في الرايت مثلا، فبيضطر ياخد وينج رايت زي ادهم نصر، او في الباك رايت بيساعد شويه. في ناس ثابته وفي ناس متغيره. يعني في الثابتين عبد الغني وحشاد وزياد طارق ومحمود زياد برضو منتخب وكريم. زياد الحمد لله في بدايه الموسم ده يعني كان لازم زياد طارق وامير ولازم كانوا يروحوا منتخب بجد، مستواهم ما شاء الله عليهم. ومحمود علي بالمناسبه اخو الحارس محمد علي بالظبط. طبعا ولاعب ممتاز قوي ولاعب راجل ولاعب قوي جدا. انضم مع الخطيب وزياد حشاد وعبد الغني، انضم معاهم زياد طارق وامير. بقى دلوقتي في 5 لعيبه، وان شاء الله محمود لسه راجع من اصابه. محمود علي كان عنده جزف الرباط وبدا يتمرن دلوقتي مع الفريق الاول ومحطوط تحت المنظار، يعني اللي هو يلعب الماتشات، وان شاء الله يبقى ليه ويقدر يدخل المنتخب ويلعب عشان هو لاعب فعلا ممتاز. يعني كده عندنا 5 لعيبه في المنتخب ان شاء الله. بيكون في تعارض بين المباريات بين فريق المرتبط 2004 والفريق الاول؟ ما هو مفيش تعارض، هي بس المشكله اللي الفريق الاول تمرينات مثلا اللي قبلها يعني بيلعب يوم الثلاث وانا بلعب يوم الاربع. واللعيبه طبعا بيبقى حمل عالي، واللعيب طبعا لما بيتصعد بيبقى حلمه اللي هو يتصعد للفريق الاول، فبالتالي بينزل عايز يموت نفسه في المباراه، عايز يظهر يثبت للمدير الفني اللي انا لاعب استاهل العب في الفريق الاول. وده حلم اي لاعب اللي هو يتصعد طبعا يلعب في الفريق الاول، وخاصه فريق الزمالك كره يد حلم اي لاعب اللي هو يلعب في الفريق الاول. فطبعا بيبقى حمل جامد جدا وبيلعب ما بياخدش فترات كتيره في المباراه، بس الضغط بقى العصبي اللي هو في وسط نجوم كبيره والولد بيبقى مشدود ومحتاج خبرات كتير، فبالتالي بينزل تاني يوم. حتى التمرينه تراي ماتش اللي هي يوم الثلاث ما بيحضرهاش معايا. فده طبعا بيبقى تعارض، بس الولاد بتقدر يعني ايه، يعني احنا الحمد لله بنقدر ان احنا نعمل دوران كويس في الملعب بينهم وبين اللعيبه اللي موجوده معايا باستمرار، فبالتالي الشكل بيبقى كويس والاداء بيبقى كويس. واللعب مع المستوى العالي برضه بيكسبهم طبعًا خبرات، ولما بيجي يلعب معاك الماتشات بيبقى خبرة. يعني في خبره وفي هو مستوى اعلى من سنه، فبالتالي ده دي حقيقه بيعود بالنفع على الفريق بالتاكيد. طبعا اللاعب طبعا لما بيلعب في مستوى عالي فطبعا بيفرق مع فريقه جامد جدا. بس هي المشكله من الخوف من اللي هو الحمل الزايد عليه والضغط اللي عليه، فبينزل المباراه ممكن يعني ما بيبقاش في مستواه، بيبقى عايز فتره قبل ما يرجع يدخل في المباراه. بس طبعا هو في زي وطبعا ما بتحاول على قد ما تقدر، لو الماتش مش مستدعي ممكن تبقى بتريحه. بريحه طبعا. يعني طبعًا مثلا اخر ماتشين كان الطيران والظهور، الحمد لله رب العالمين كان السكور عالي، فاللي شال مثلا نص المباراه 5 لعيبه من 2006 خلاص. يعني اتمنيت على النتيجه، هما بيتصعدوا بالظبط، فبداوا يلعبوا، فدول ايه بدات اريحهم يعني. بتريحهم عشان فريقهم عشان الدرجه الاولى. أكيد عشان أكيد ما يحصلوش نوع من انه اي اصابه او حمل زايد او كده. تمام. طيب تعال نروح للفريق الاول بقى، نسيبنا من 2004 شويه ونروح للفريق الاول. فرص الزمالك ازاي السنه دي في المنافسه، سواء على لقب الدوري، الكاس، بطولات افريقيه، كل الكلام ده شايفه ازاي الموسم؟ بصي نيرة، انا اقول لحضرتك على حاجه. احنا في ظروف صعبه جدا. بس مش مستحيلة. ليه؟ الفريق الأول لكرة اليد في نادي الزمالك طول عمره معودنا اللي هو بيلعب تحت أي ضغط وأي مشاكل وأي صعوبات. طبعا مصر كلها عارفة الظروف اللي كان بيمر بيها الفريق الأول الفترة اللي فاتت ديت. حصل نوع من أنواع الاستقرار حاليا طبعا مع بعد الانتخابات ووجود مجلس إدارة منتخب جديد، نفسيا على الأقل ومعنويا للناس. احنا ما عندناش حاجة في كرة اليد، وخاصة كرة اليد وكل الناس عارفة فيش حاجة
صعبه، ما فيش حاجه مستحيله، والظروف اثبتت لنا ان احنا في اصعب الظروف بنكسب. الفتره اللي فاتت لما لعبنا بطوله افريقيا في النادي الاهلي كانت هي نفس المجموعه ونفس الظروف، كسبنا بطوله صحيح في صاله النادي الاهلي ومن النادي الاهلي. فانا بقول هي الدنيا صعبه قوي قوي بس مش مستحيل، وان شاء الله باذن الله ربنا يوفق الفرقه ويقف على رجلهم اكتر واكتر، والاصابات ترجع بسرعه، واللعيبه الدوليين يرجعوا من المنتخب، وان شاء الله نادي الزمالك في كره اليد صعب اللي هو يقع سنتين ورا بعض. السنه دي ان شاء الله يعني متفائلين خير وربنا يوفق ان شاء الله. ان شاء الله. شايف ان الزمالك محتاج ايه عشان يقدر يحقق البطولات؟ يعني انا مش عايز يعني لازم يبقى في تدعيمات. احنا دعمنا السنه دي حارس مرمى احمد وليد من اسكندريه نادي البنك. في تدعيمات بتحصل داخليه من داخل النادي اللي هم الولاد مواليد 2004 اللي بتصعدوا مع الدرجه الاولى، بس لازم يبقى في تدعيمات من لاعب على الاقل لاعب خط خلفي موجود قوي يقدر يشيل مع الناس اللي موجوده، عشان طبعا انا حتى في الباك ليفت يعني انا هتكلم على المكان ده، هو في لاعب مواليد 2002 هشام صلاح لاعب كويس ومستقبل ان شاء الله طبعا بصراحة. بس لسه طبعا يعني الخبره ولسه الاحتكاك على مستوى عالي، فده من وجهه نظري انا الشخصيه يعني لازم يكون في لاعب قوي جدا خط خلفي يشيل مع الناس الموجوده. صحيح. طيب منتخب مصر فرصته ايه بقى؟ نروح للمنتخب بقى، فرصته ايه في الفوز بالبطوله الافريقيه 2024 وخاصه انها هتتلعب في مصر وخاصه انها مؤهله للاولمبياد؟ لا المنتخب بتاعنا ان شاء الله نقدر ان احنا نفوز بالبطوله في مصر هنا، وانت عارفه طبعا الجماهير بتعشق كره اليد في مصر، والصاله طبعا هتبقى مليانه جمهور، والجمهور ده هيدافع، وفرصتنا فنيا ان احنا اعلى من الجزائر واعلى من تونس واعلى من المغرب، والمنافسه ايه؟ المنافسه هتكون بين شمال افريقيا اللي هي تونس جزائر مغرب. لا فرصتنا قويه جدا ان احنا نكسب، وان شاء الله هنكسب باداء وبمنظر كويس ونصعد للاولمبياد ان شاء الله. ان شاء الله. فكره انها هتتلعب في مصر بتعلي فرصك؟ طبعا. الجمهور والاعلام والدنيا كلها هتبقى موجوده معاكي، وده حافز للاعبين طبعا اللي هو ينزل الملعب في وسط الجماهير، والجماهير دلوقتي كمان بتحب كره اليد قوي، فهتلاقي الدنيا مختلفه جدا جدا، وان شاء الله يكسبوا البطوله، وهبقى حافز رهيب ليهم اللي هي موجوده في مصر طبعا، وكل الناس بتدعمهم وكل الناس هتبقى وراهم عشان بطوله مهمه ومؤهله للاولمبياد طبعا، فان شاء الله هتكون بتاعتنا باذن الله ونتاهل للاولمبياد عن طريق بطوله افريقيا في مصر ان شاء الله. تعال اخدك لموضوع تاني خالص بقى. احنا او كمدربين، مش انا طبعا انا مش مدرب، بس كمدربين دايما الموضوع ده بالنسبه لهم بيكون نفسه يتحل. انت ابتديت يا كابتن اسامه من الناس اللي بجد ابتدت من مراحل سنيه صغيره جدا، وابتدى مع بنات واولاد وكل حاجه، ودايما بقول ان المدرب اللي بيبداها من تحت دي بيبقى عنده خبرات غير طبيعيه، غير اللي بيبدا على درجه اولى على مرتبط على حاجات شبه كده. الموضوع ده بيبقى جميل وكل حاجه ولطيف، بس مش بيثقل بنفس الخبرات لما تكون بادئ من السن الصغير، وسواء بنات ولاد يعني ده بيفرق بشكل كبير. فانت اكيد عانيت وشفت كتير من فكرة تدخل أولياء الأمور، تدخل أولياء الأمور اللي هو ساعات بيبقى لو الإدارة ساعدت مع ده بيخلي إن المدرب بيكون مش عارف يلعب بمبدأ أو مش عارف يشتغل بمبدأ اللي أكسب بيه ألعب بيه، لا الموضوع بيكون داخل فيه سياسات مختلفة أو شكل مختلف. فبتشوف إزاي تدخل أولياء الأمور وتنصحهم بإيه وتقول لهم إيه؟ حاجات كتيرة قوي يعني. بص احنا لو اتكلمنا على موضوع اولياء الامور ده هنقعد نتكلم كتير قوي. السبب الرئيسي في التدخلات اولياء الامور مش المدرب ولا رئيس جهاز ولا مدير نشاط رياضي، السبب الرئيسي يعني اللي هي الاداره. الاداره هي اللي بتسمح للتدخل ولي الامر مع الفرقه. شفتوا احنا ناس ديمقراطيه ازاي بيهاجمني اهو على طول. لا 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 بجد والله ده حقيقه. بص انا اقول لك يعني ايه ليه. انا يعني الفتره اللي فاتت في نادي الزمالك
كم عدد الفرق اللي اتعملت؟ يعني في مثلا نقول فريق مثلا مرحلة سنية واحدة بتعمل فيها 5 فرق، ألف وب وجيم ودال ودال. احنا وصلنا للهي. يا نهار أبيض، للهي. وتدخلات رهيبة، ابني أحسن من ده، لا ابني يلعب عن ده، ابني يلعب ليه بقى؟ اللي ساعد ليه؟ فتح الباب. يعني احنا يعني الفترة اللي فاتت كنا بنعاني منها، وكل أندية مصر دلوقتي بدأت تعاني من الحتة دي، تدخل أولياء الأمور. وكل ولي أمر وكل ولية أمر يعني هو ليهم حق، وحق مشروع. لا اللي هو وبجد بيدعمه بالظبط، بيدعمه جدا، عايز يفرح بابنه او بنته، نفسه يشوف ابنه زي احمد الاحمر، زي كريم هنداوي، زي الاسماء الكبيره اللي هو بيتفرج عليها في التلفزيون والاسماء ديت. بس هي المشكله كلها اللي هو في بعض اللاعبين، وبصراحه لاعبين كتير او ولاد او بنات، يعني المفروض ولي الامر يبقى فاهم هل ابني هيقدر يصلح للعبه ديت. انا ممكن اخد اللاعب ده يصلح في لعبه تانية. طب بص يا نيرة، انا هحكي لك على موقف والله العظيم الموقف ده حصل معايا. دول ذكر اسماء اكيد. لا مش هذكر اسماء. ماشي. انا قاعد مره في النادي لقيت لاعب ولد طفل صغير داخل جسمه ده يلعب مصارعه، يلعب لعبه فرديه، ما يلعبش لعبه جماعيه. جسمه مليان جدا جدا. فقلت له خد يا حبيبي انت بتلعب ايه؟ قال لي بلعب كره قدم. قلت له ازاي؟ قلت له بص يا حبيبي انت تلعب لعبه فرديه، العب لعبه جودو، العب مصارعه، العب الالعاب ديت عشان جسمك انت مش يعني ازاي العاب قوه ولا مثلا الكلام ده كله. فالولد بص لي كده وراح ماشي. لقيت في حد جه كلمني قال لي على فكره انا قاعد ورا وسمعت كلام حضرتك، كلامك مظبوط 10% 10 يعني 10 على 10 انا باباه وكلمته وقلت له انت طب كويس ان ولي امر متفاهم كده، ما يصلحش للعبه لعبه جماعيه، العب لعبه فرديه. ده انا فكرته جه يتخانق معايا. لا ده بالعكس، ده لقيته حتى هو عنده ثقافه رياضيه ففاهم. قال لي فعلا انا بكلمه وبقول له العب لعبه فرديه، ما ينفعش تلعب لعبه جماعيه. فهو بقى يعني ولي الامر برضو المشكله اللي هو بيمشي ورا كلام ابنه. لا وساعات والله مش شرط في كل بقى الاحوال يا كابتن اسامه، ساعات هم بيضغطوا ولادهم زي ما انت بتقول، انت مقاومتك ممكن ترفع مثلا باسكت مش هاندبول، لا انا ابن اختي بيلعب باسكت عايز يبقى زيه وعايزه يبقى زيه والكلام ده موجود طب وبيحصل. طيب لا هو بتبقى ساعات وبنضغط ولادنا وبنضيع سنين من عمرهم وهو نفسيته تعبانه ما بيلعبش، ويا ريته ما بيلعبش وانا سايبه يا دوبك بينبسط بيمارس رياضه مع يستمتع. اولاده سيبه يستمتع خلاص يلعب اللعبه دي لا بفضل اضغط عليه وابني ما بيلعبش ليه؟ وادخل وشوط وادخل واعمل وادخل، فببقى ضاغط ابني وبضيع من وقته وبستهلكه نفسيا وجسديا في المكان اللي مش مناسب. صح يعني يا ريتني اسيبه يروح يلعب لعبه ثانيه. ما بقولش ان المدربين يعني ما بيغلطوش، اكيد ممكن يغلط ممكن يتحيز لواحد، بس صدقني ابنك لو عنده موهبه هيفرض نفسه على الكل. مفيش مدرب عايز يخسر اكيد، المدرب يعني متحمل الضغط وعايز يثبت وجوده وعايز يعمل حاجه، حتى لو مدرب كبير او مدرب صغير هو عايز يعمل حاجه لنفسه طبعا، فبالتالي عايز يكسب. فاكيد المدرب عمره ما يكون عنده لاعب كويس ويفيده ويفيد فرقته ويقعده بره. صحيح. بس هي المشكله كلها اللي اولياء الامور مستعجلين اللي ابنهم يلعب، مستعجلين اللي ابنه يبقى نجم، مستعجل اللي ابنه عايز يبقى ابنه في ظرف موسم واحد يبقى احمد الاحمر مش عارف الكلام ده كله. فهي دي مشكله طبعا اكيد كبيره. يعني كابتن اسامه نورتني وشرفتني، كنت سعيده جدا بتواجدك معايا وبتمنى لك كل التوفيق مع فريق 2004 ان شاء الله. سعيد جدا بوجودي معاكم وبشكرك ودايما منوره قناه نادي الزمالك. اشكرك يا كابتن اسامه، اشكرك.